واحنا ببص حواليا كده عمالين نكبر، بس مش مهم. المهم اننا بنيجي بنتمتع وبنحس بالحس الفني والثقافي اللي رغم كل الازمات وكل المشاكل اللي كل الناس بتواجهها لسه فيه روح انجاز وروح ابداع. وانا يعني مؤمن فعلا ان بغض النظر عن جميع مشاكل مصر لازم الثقافة تفضل هي النور اللي يدي كل الناس أمل وتفاؤل. فأنا سعيد جدا بالدعم بتاعكم بحضوركم، وإن شاء الله كل سنة كده يوم الدورة اللي جاية يبقى فيها جديد، ونفرح بالأفلام اللي بتتعمل من السيناريوهات، ونفرح بالقصص اللي بتترجم والناس تقراها، لأن مهم جدا برضو إن محدش ينسى إن إحنا بلد عريقة وبلد فيها ثقافة. في